دعا الجيش الإسرائيلي سكان رفح لإخلاء الأجزاء الشرقية كما نرى على هذه الخارطة التي نشرها الجيش الإسرائيلي، إجلاء سكان رفح من الأجزاء الشرقية وذلك قبيل عملية عسكرية مزمعة. الجيش الإسرائيلي دعا النازحين في رفح إلى النزوح مرة أخرى لمنطقة النواصي، وهذه هي المنطقة التي يدعو فيها الجيش الإسرائيلي الفلسطيني النزوح، ووجهت القوات الإسرائيلية بالانتقال لهذه المنطقة واصفا إياها بأنها منطقة آمنة وهي منطقة إنسانية موسعة كما قال في المواصي وخان يونس. هذه المنطقة كما تشير هذه الصور التي تم التقاطها تقول القوات الإسرائيلية أنها منطقة آمنة، لكن قبل قليل بالفعل بدأت عمليات النزوح فعليا من جانب سكان الأجزاء الشرقية من رفح كما نرى في هذه الصور، هي عملية نزوح قبل وقت قصير في وقت أكدت فيه الأمم المتحدة مرارا ألا مكان آمنا في كامل القطاع من أجل إيواء هؤلاء النازحين. لكن ما هي المناطق التي طلب من سكان رفح إخلاؤها؟ هذه المناطق كما تشير هذه الخارطة هي مناطق ليست مناطق زراعية مفتوحة، بل يقطنها أكثر من ربع مليون فلسطيني ضمنهم عشرات الآلاف من النازحين لدى أقاربهم أو مراكز الإيواء. كما أن المنطقة كما نرى هذه هي المنطقة سنستعرضها الآن عبر الوسائل المساعدة. هذه المنطقة تشمل معبر رفح وكذلك أيضا تشمل معبر كرم أبو سالم ومستشفى أبو يوسف النجار ومعبر رفح. هذه المنطقة هي المناطق الرئيسية لدخول المساعدات، وتقع فيها أيضا ضمن المنطقة المخلاة هذه المستشفى مستشفى أبو يوسف النجار، وهي مستشفى المركزي الرئيسي برفح. الآن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخي أدرعي حذر في تغريدة على منصة إكس، حذر نازحي رفح من التوجه نحو مدينة غزة مؤكدا أنها ما زالت منطقة قتال خطيرة، ونبههم على حد وصفه أيضا إلى أن الرجوع شمالا إلى وادي غزة خطر، أو الاقتراب من السياج الأمني والشرقي والجنوبي يمثل خطورة كبيرة. الجيش الإسرائيلي أيضا أكد أنه لن يضع إطارا زمنيا لهذه العملية العسكرية التي بدأت بالفعل وسيجري تقييمات عملياتية وفق قوله، وأضاف أن عملية الإخلاء من شرق المدينة ستشمل نحو 100,000 شخص. يأتي هذا في وقت تستمر فيه معاناة سكان غزة الذين اضطر كثير منهم للنزوح أكثر من مرة، فيما يبدو أن لا نهاية قريبة لموجات النزوح المتكررة.